السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البقية في حياتك يا حاج. حياتك البقية. البقية في حياتك علي. البقاء والدوام لله. أنا عارف إن الظروف ما تسمحش. بس بعتها عساف عشان نخير جليلة بيني وبينه قدامكم. نورت الدنيا يا ست حسنى. البيت بيتملي حبة حبة. الله يزيدكم ما ينقصكمش. هنفضلوا قاعدين هنا انا والعيال؟ انا بفكر ابني بيت جنبك. يعني من قلة الاوض في السرايا يعني؟ بيت مبهدل جوا عساف. انا طالع من السجن اخد حقي يا ماري، مش ابيض ومحر. انا هروح اقعد مع المرأة والعيال. احسن للميري بيه ان مرته وعياله جم، كان الموضوع ده واخد من عقله كتير. هو ميونسوه بدل ما هو قاعد في وش انا وانت وفاطمه. بالمناسبه يا مسعد، فاطمه حكيت لك عن موضوع سليم وحمزه؟ ما تبقاش تخبي عني حاجه تانية يا مسعد. انا بهدلته، ما قلتلوش انا قلت لك ايه ونصحتك بايه، ولا اللي عرفت تقوله له بس اني عارف ومخبي عليه؟ انا ما قلتلهوش انك تعرف اصلا، هو اللي وجعك في الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال معايا يا عساف، عايزك. ايه؟ مقبوض عليا ولا ايه؟ لا لسه شوية. امال عاوزني فيه؟ جليلة وغفران عندنا في البيت عشان القعدة اللي انت طلبتها. قبل ما نبدأ أي كلام، أنا لما وافقت على القعدة دي وافقت عشان أريح نفسي مش عشان حد تاني. اسمع يا أساف غريب، أنا وأنت نطلع من القعدة دي واحد فينا مهزوم. أنت قلت قبل كده لو جليلة اختارتني هترجع أمي وتسيب البلد، وأنا بقول لك مش لازم تسيب البلد، عشان قسما بالله لو في آخر الدنيا هجيبك وهقتلك، فبلاش تشحطت نفسك قبل موتك. أول ما دخلت السجن كان في واحد عايز يقتلني، والمساجين كلهم حذروني منه، قالوا لي إنه كان بقاله 10 سنين في السجن وبقيله 5، يعني ما عندوش حاجة يبكي عليها. كانوا خايفين من واحد واخد 15 سنة، فما بالك اللي خد إعدام والنقد نزل 25 وقعد 20 سنة وسط المساجين. تفتكر كلامك ده هيخوفه؟ عايزين نتكلم وكلمتين عقل بدل ما تقعدوا للصبح في حكيكم الماسخ. انا هاخد جليله وادخل جوه واطلع اقول لكم اختارت مين.